أحضر اليوم مع الطلبة المضربين عن الطعام والذين خاضوا ويخوضون احتجاجات بأشكال وأساليب متنوعة احتجاجاً على ظروف وشروط إجراء امتحان المحاماة. هذا الامتحان الذي وجهوا له العديد من الاتهامات بغياب النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، مطالبين بفتح بحث وتحقيق في ظروف ملابسة إجراء هذا الامتحان. وفي تقديري المتواضع أن هذا المطلب هو مطلب مشروع وعادي ولا يشكل أي مساس بمصداقية المؤسسات ولا بمصداقية الامتحان، بل إن البحث من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات، لأن هناك ادعاءات تجاه هذا الامتحان لابد من فتح بحث للتأكد من جدية ومصداقية هذه الادعاءات من عدمها. هذا من جهة. من جهة ثانية أحضر أيضا لدعمهم ومؤازرتهم ومساندتهم، وأيضا في نفس الوقت دخلت معهم في نقاش وفي حوار منذ الأمس ويستمر النقاش هذا اليوم من أجل إقناعهم للعدول عن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام. كل الحقوقيين ومجموعة من الشخصيات الأكاديمية المعروفة أصدروا نداء يطالبون من خلاله هؤلاء المضربين أو الطلبة المضربين بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، وأنا بدوري نشدتهم وفتحتهم معهم نقاش ديمقراطي متواصل ومفتوح وبصدر رحب من أجل إقناعهم للعدول على الإضراب المفتوح عن الطعام وتعليق هذه الخطوة والتفكير في الصياغ النضالية المختلفة والمتنوعة لإيصال صوتهم ولفرض مطالبهم على المسؤولين وإقناعهم بالجلوس إلى طاولة الحوار. من المؤسف جدا أن نترك خيرة الأبناء وخيرة الشباب يصلون إلى هذه المرحلة، يصلون إلى مرحلة الإضراب المفتوح عن الطعام، واليوم هو يوم السابع من الإضراب عن الطعام، أو اليوم الثامن عفوا من الإضراب عن الطعام. بعضهم تسرب إليه الوهن والضعف وظهرت عليه متاعب هذا الإضراب، وهؤلاء المضربين اليوم يواجهون محنة حقيقية، محنة تتعلق بصحتهم وبحقهم في الحياة. وقلت وأكرر من جديد أن هذه الخطوة التصعيدية ما كانوا هؤلاء المضربين أو هؤلاء الطلبة الذين هم شبابنا ونعتز بهم ونفتخر بهم، ما كانوا ليصلوا إلى هذه الخطوة لو كان وزير العدل متعقلا ومسؤولا ويتسم برجاحة العقل، لأن المسؤول العمومي والوزير على وجه الخصوص الوزير السياسي وهو أمين عام للحزب السياسي غير مقبول منه أن يركب التحدي وأن يركب صهوة التحدي مع المضربين عن الطعام وعلى مع فئة عزل وشباب لا يملكون إلا حناجرهم ولا يطالبون بالمستحيل، ولليقين بأن الأبواب التي صدت في وجوههم والكلام الذي سمعه من المسؤول من وزير العدل ونعتهم بكمشة وغير ذلك من العبارات، أنا لليقين بأن الجوانب النفسية وغياب مخاطب رسمي ومسؤول دفع هؤلاء إلى التفكير في هذه الخطوة التصعيدية. رجاء من وزير العدل أن يتعقل، لا يعقل اليوم أن يحاضر في حقوق الإنسان في الخارج وأن يترك هذه الخيرة من أبناء هذا الوطن تواجه مصيرا مجهولا وتواجه الموت. هو أمر مرفوض أخلاقيا إنسانيا قانونيا حقوقيا سياسيا، وبالتالي على الناس أن يتحدثوا إلى وزير العدل، أن يتحدثوا إليه بأن لا يخلط الجوانب النفسية والشخصية مع المسؤولية العمومية. المسؤولية العمومية تقتضي الترفع عن كل ما هو ذاتي وعن كل ما هو شخصي. لذلك اليوم نشدنا هؤلاء الطلبة، هناك تقدم في هذا الحوار، هناك رغبة في الاستجابة لهذه المبادرة، هناك اتصالات مع أكثر من فاعل وضمنهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل المساهمة في حلحلة هذه القضية ودفع أو مساعدة هؤلاء الطلبة من أجل تعليق هذه الخطوة التي تضر بصحتهم وتمس بحقهم في الحياة. نكن لهم كل الحب
كل التقدير وكل الوفاء وكل الصدق. ومن هذا المنطلق ومن منطلق الصدق ومن منطلق الغيرة عليهم ومن منطلق مبادئنا وقناعاتنا دخلنا معهم في هذا الحوار لإقناعهم بالعدول عن هذه الخطوة التصعيدية.